الآن المواطن الإماراتي المستثمر السيد هاشم الكعبي وهو صاحب ومدير عام هذه الورشة في مدينة العين. بالبداية سيد هاشم أسعد الله أوقاتك. الله يسلمك يا مرحبا أستاذ. يلا حيك الله يسلمك. الله يسلمك. إحنا إن شاء الله سعيدين بوجودك معنا في هذا البرنامج، برنامج مبادرات وطنية وكفاءات الإمارات، وإحنا إن شاء الله نعتبرك ككفاءة إماراتية وكتجربة جميلة لك وللأجيال القادمة. نعم. ولكن يعني كسياسة البرنامج دعنا نعرف السادة المشاهدين بحضرتك، يعني أكيد هناك بدايات وهناك مكان تضارعت فيه، نرجع للوراء. يعني لو أردنا نعرف السادة المشاهدين كيف كانت البداية والانطلاقة في حياتك العلمية والعملية بعيداً عن عملك العسكري سيد، تفضل. نعم، بدايتي كانت هي عادة كهواية. نعم. تعديل السيارات، تصليح، اختراعات مثلاً، تبديل عن نطاق الوكالة، تطوير في السيارات، مش مسألة أنه بس ثابت على نظام واحد. نعم. ونحب نزيد في المكاين الباور أداء والطريقة، هذه هي اللي تجذب الشباب اللي شايع عندنا في اللحظة هذه. نعم. في الوقت هذا هو رغبة الشباب الوقت هذا. نعم. كيف اجتك الفكره انك تعمل هذا المشروع؟ اكيد عندكم منافسه عاليه وشريفه ايضا. ايوه، في منافسه، يعني عندك حلبات، عندك اماكن وايد مخصصه للاشياء هذه، فانت تحب تنافس، فاذا نافست على روحك شغلك الخاص ما بتقدر، لازم تكون لك شيء، مثلا جراج، عمال، ايادي عامله. نعم. هني تزيد الفكره عندك، التطوير، تطلع عندك اخطاء وتصلح منها، في هذا هو الموضوع. نعم. التنافس بين اصحابك وطبعا اصحاب الجراجات. ونتحدث عن الخدمات اللي بتقدموها من داخل هذا الكراج والإيش اللي بيميزكم أيضا في هذا الكراج؟ يميز أن شغلتنا شيء محدود، مش بشكل عام. تخصصته يعني؟ تخصص، أيوة، مثلا الشغالين على السيارات نزيد في الباور، نعدل نظام التفصيل الرول كيج اللي هو سيفتي للسيارات، تزويد، الأشياء هذه. نعم. الأستاذ هاشم الكعب، يعني تحدث أنه يعني رسالتك للشباب أيضا، يعني أيوة، الشباب المواطنين بالتحديد، ويعني انت زي ما تفضلت انه بعدت بعيد عن عملك الحكومي، يعني نعم صحيح، يعني ما كانت على راتب معين، ولكن فكرت انك تفتح قطاع خاص لك كبزنس خاص. ايوه. كيف تنصح الشباب سيدي في ظل هذه الظروف؟ كل حد لا يطرق به اذا حاب مثلا يفتح له مشروع خاص او جاي، لا يدخل في مشروع وهو مش فاهم واعي فيه كامل. صحيح. نحن فتحنا المجال هذا وعندنا اصحابنا والكاستمر الزباين، عندنا اولويه سبق، يعني مثلا خبرة قديمة في الشيء هذا الحمد لله. ولكن تبدأ في مجال أنت مش فاهم فيه، هني تتعرق حياتك، يمكن بدل السنة سنتين تأخذ لك 5 سنوات 7 سنوات لما تبدأ تطور أنت من نفسك هني. فالأفضل أنك تدخل في مجال أنت متخصص فيه. سيد هاشم الكعبي، يعني تحدث عن الرؤية المستقبلية إن شاء الله لك، يعني بعد أيام أو سنوات قادمة، يعني هاشم الكعبي وين بنشوفه إن شاء الله خير؟ إن شاء الله إذا الله أراد بتشوفنا ويا الجراجات اللي هي قبلنا سابق في نية، ويا الجراجات اللي هم سابقين زمان، يعني صار لهم نوصل لمرحلتهم بإذن الله. سيد يعني هاشم الكعبي، نأخذ منك رسالة توعية وبطاقة نصح وإرشاد للأشخاص أيضا المقبلين على صيانة السيارات بالتحديد والمركبات، يعني كيف تنصحهم؟ أيوة، دائما أنه يكون مش يعني هي نقطة ماخذينها الشباب هني، الأشياء المستعملة دائما يطيحون فيها، فالأشياء المستعملة اللي في السوق ما تدوم، فالأفضل أنك إذا بتاخذ خذلك شيء أصلي من قطع غيار، أشياء أغراض جديدة أفضل لك أنت، لا سيارتك ولا استخدامك بشكل عام. نعم. في مشاكل، معوقات، ملاحظات بتواجهوها أثناء عملك؟ لازم، أكيد أكيد أكيد، في كل شيء، أي مشروع تفتحه لازم معوقات والمشاكل هاي، فأنت كل مشكلة منها تتعلم منها إن شاء الله. خطأ. نعم. أيوة.
رسالة حاب توجهها في هذا المجال بالتحديد؟ لو بوجه في مثلا الرسالة، أنا أتمنى يعني من جهات العمل الحكومية توفر أماكن أكثر في العين للأشياء الخاصة في السباقات، الاستعراض السيارات، لأن عشان الشباب فيهم طاقة، فوين يطلعون طاقتهم؟ أكيد مو في الشارع، شيء ممنوع طبعا هالشيء. وفر الحلبات بالذات في مدينة العين مش متوفرة عندنا. إذا حاب أن الواحد يستعرض سيارته أو يصير أماكن يوصل له 150 كيلو يمشي، يخسر له يومياً 1000 وشيء، بس حمل سيارتك وارجع على ريكفري. العين تنقصنا الأشياء هذه. أهم الخدمات اللي تنقص أهل العين. أيوة، أهل العين بالذات يعني ما عندنا خدمات، لا ما في حلبة، ما في أشياء يعني تقدر تخلي الشباب يتوجهون لها. نعم. ان شاء الله ان صوتك يصل على القنوات الخارجيه، واحنا يعني بدورنا يعني ايضا راح نوصل هذه الرساله. طبعا استاذ هاشم الكعبي بدنا ننتقل الى محور اخر. ايوه، والحمد لله رب العالمين، يعني كما تعلم الكل يعلم ان دوله الامارات العربيه المتحده الله عز وجل اكيد اللهم لك الحمد في منظومتين، نعمه الامن والامان. اللهم لك الحمد، وجد الامان وجد الاستقرار والاستقرار. اكيد اكيد، بفضل الله عز وجل وثم القياده الحكيمه لشيوخ وحكام دوله الامارات. نعم نعم، اللي دائما حقيقه يصلون ليل ونهار لتوفير افضل راحه السبل للمقيمين ومواطنينا داخل دوله الامارات. ايوه، شو بتوجه رساله سيدي الى الوطن وقائد الوطن؟ الله يحفظ الامارات وشيوخنا ويخليهم ان شاء الله بطوله العمر باذن الله. لولاهم ولولا رب العالمين اول شيء طبعا ما وجد الامان، والقياده الحكيمه هي اهم شيء الحمد لله موجوده في الدوله عندنا، وشيوخنا ما يقصرون وعاطين المواطن وغير المواطن اللي موجود على ارض الدوله كل واصلنا الخير الحمد لله، وشكرا على كل شيء. شعبها وسرها واجمل تلاحم بحرها مع برها، وشيوخها اللي للسحاب تجرها في حبها من حقها نرزف نرزف لها السعادة كلها كلها نضربها اجمل مثل ونفلها.